جمهور لبنان الغالي، طبعا كنت اتمنى الحفله تكون في ميعادها وما اجلهاش وعلى اتم الاستعداد بده، ولكن القائمين على الحفل ومكان الحفل نظرا للاحداث والظروف الصعبه اللي بتمر بها لبنان قاموا بتاجيل الحفل لحين اشعار اخر، وتمنياتي للشعب اللبناني الرخاء والسعاده والاستقرار. وجمهوري الليبي ان شاء الله اشوفكم الجمعه القادمه في مهرجان سيف بنغازي يوم 16/8، وبشكر سيادة اللواء خالد حفتر لمد المهرجان يوم كمان لإقامة أقوى حفلة في بنغازي، وثقة في اللي نجاحها.